السلام عليكم. منزمة الكربوهيدرات الأولى، هاي المنزمة عموما تطيب تقدم الأنواع السكريات، يعني حكي بسيط أغلبه، ولازم تضبطوها على مود الملازمة اللي بعدين راح تجي بيها تفصيل أكثر، كلها تتسهل من خلال هاي. أوكي، وبداية نعطيك معلومة كلش بيسك، إنه أكثر المركبات العضوية شيوعا بالطبيعة هي الكربوهيدرات. زين، يقول لك السكريات عندها هواي وظائف، من أهمها إنه توفر طاقة. شلون توفر طاقة؟ هي دا يقول لك دايتري كالوريز، كالوريز هي يعني الطاقة اللي موجودة داخل الجسم. أبسط شيء عندنا الجلوكوز اللي هو مصدر الطاقة الرئيسي داخل الجسم. الجلوكوز بعدين راح يدخل بعملية الجلايكولايسيز اللي مرت عليكم أعتقد بالفيزياء. فالجلايكولايسيز راح يطلعنا بالأخير أي تي بي، هذا الأي تي بي ممكن نستفاد من عنده كل أنحاء الجسم، أي تي بي هذا. اوكي، فيعني هاي ابسط مثال على الوظائف العديده اللي عندها. زين، يقول لك الكربوهيدرات ما دام قلنا هي عضويه، المركبات العضويه دائما تحتوي على كربون وهيدروجين، ممكن بعد مركبات اخرى، بهالحاله الكربوهيدرات عندها اكسجين كذلك. فيقول لك الكربوهيدرات عموما بها ريشيو هيدروجين على اكسجين 2:1. شنو يعني؟ يعني عندها هيدروجين اكثر من الاكسجين مرتين. اوكي، يعني كل ذره اكسجين تقابلها ذرتين هيدروجين، هذا المعنى مالته. زين ليش؟ هسه بعدين فد شوية راح تاخذون التركيب الكيميائي اللي هو هذا. من يقول لك N يعني نمبر، فالعدد مال الكربونات راح تضربه في H2O. هاي ال H2O معناها عند، خلينا نقول، عدة ذرات من ال H وال O. بس هو ايش دا يقول لك هنا؟ ايش دا يقول لك؟ انه العدد مالتها حالة حال المي. اوكي، والمي تعرفون تركيبه H2O، فلهذا عدد الذرات مال الهيدروجين دائما راح يكون ضعف عدد ذرات الاكسجين. زين، يقول لك الكربوهيدرات هي مركبات تحتوي على الاقل 3 كربون اتومز، يعني اصغر مركب كربوهيدراتي عندنا هو C3H2O بين قوسين 3. اوكي، هذا اصغر مركب عندنا، راح نمر عليه فد شويه. ماكو يعني C2، اوكي، هذا اصغر شيء. شو يقول لك بعد؟ يقول لك انه تحتوي على مجموعه هيدروكسيل، مجموعه الهيدروكسيل معناها مرتبطه بO H دائما، وراح نمر على هذا الشيء فد شويه، بس يعني كمقدمه بسيطه. سجلنا دائما عندها 2 اتشات وO وحده، راح نشوف انه باغلب المركبات راح يتكرر علينا فد شيء قدامنا دائما، اللي هو C مرتبطه بO H مرتبطه بالنانو بH. اوكي، فهنا اذا نظل كل ساعه نحسب وما ادري شنو، راح نشوف انه اكو اتشات 2 واكو او بالموضوع. زين، وممكن تحتوي اما مجموعه الديهايد او مجموعه كيتون. شنو هاي المجاميع؟ راح نعرفها في شويه، وهي مر عليكم اعتقد بالكيمياء مال السادس. كذلك يقول لك ممكن تحتوي على فوسفات، امينو، هاي اعتقد المفروض قصدها مجموعه امين او امينو اسيدز. الامينو اسيد هاي نفسها اللي تدخل بتركيب البروتينات، مجموعة أمينها غير مجموعة حالة حالة الألديهايد والكيتون، أو ممكن تحتوي على سلفايد. زين، فشنو هسه قلنا؟ تحتوي أما ألديهايد أو كيتون جروب، فلهذا الكربوهيدرات راح تكون على نوعين، يا أما ألديهايد بيها يعني التركيب الكيميائي الكامل بمجموعة ألديهايد اللي فوق، أو مجموعة كيتون وحدة من اثنين، ماكو اثنينهن، وعدة مجاميع هيدروكسيل اللي هي قلنا مجموعة الأو اتش. أوكي، زين، الأهمية مالتها مثل ما قلنا السكريات هي يعني مصدر الطاقه الرئيسي داخل الجسم، بحيث يقول لك انه البرين والريد بلاد سيلز الار بي سي اثنيناتهم يعتمدون اعتماد كامل على الكربوهيدرات كمصدر للطاقه. عندك غير خلايا مثلا العضلات تقدر تعتمد على الدهون. اوكي، اكو خلايا تعتمد على الامينو اسيدز اللي بعد ما تكسر عن البروتينات راح تطلع لك امينو اسيدز ممكن تاخذها كمصدر طاقه، بس البرين والار بي سي يعتمدون بشكل رئيسي على الكربوهيدرات. الكربوهيدرات ممكن تنخزن بهيئة ستارتش أو جلايكوجين. الجلايكوجين هذا فد مركب ينخزن عندنا بالعضلات وكذلك بالليفر. خلينا نقول مثلا أنت صار لك 8 ساعات أو 12 ساعة ما ماكل، فجسمك راح يحتاج طاقة بشكل خاص. قلنا البراين لسه مثلا يعتمد على السكريات، فإذا ما عندك سكريات شلون حتغذي البراين؟ راح تبدأ تكسر الجلايكوجين اللي موجود داخل العضلة والليفر. أوكي، بالنسبة للستارتش فهذا يعني تلقوه مثلا بالبوتيتا. زين، يقول لك الزائد من الكربوهيدرات راح يتحول لفات.
شلون يتحول مدري شنو. حاليا العملية ما مطلوبة من عندكم، بس اللي تحتاجون تعرفون انه مثلا واحد من دائما ياكل كيك ومدري شنو، ايش راح يصير بعدين؟ حيصير سمين. ليش؟ لان السكريات اللي اخذها تحولت الى دهون. كذلك تدخل بتركيب اشياء نسميها جلايكوبروتينز او جلايكوليبيدز، اللي هن من احد مركبات شو اسمه الغشاء الخلوي داخل مدار الخليه. جلايكوبروتين من اسمه جلايكو، معناها جزئيه سكر مرتبطه ويا بروتين، وجلايكوليبيد همينه جزئيه سكر مرتبطه بدهن. الغشاء الخلوي تعرفون انتوا يعني هذا الدائره مدار الخليه، فممكن تلقى طالع من عنده جلايكوبروتين او جلايكوليبيد. كذلك السكريات تدخل بالتركيب الكيميائي مال دي ان اي والار ان اي. التركيب يعني الاساسي، بس مثلا انتوا اخذتوها بمحاضره البايو انه كل شيء له تركيب اساسي. السكريات الكبيره تركيبها الاساسي هي سكريات اصغر، مثلا الجلوكوز. التركيب الاساسي للدهون هو فاتي اسيد. التركيب الاساسي للبروتين هو امينو اسيد. فعندكم التركيب الرئيسي للدي ان اي هو شنو؟ النيوكليوتايد. اخذتوها نيوكليوتايد مكونه من قاعده نيتروجينيه مرتبطه بمجموعه فوسفات ومجموعه رايبوز. اوكي، هاي بحاله الار ان اي، او مجموعه ديوكسي رايبوز اللي هو سكر خماسي منزوع الاكسجين. اوكي، فدائما من هذا الشريط مال دي ان اي او الار ان اي بسكريات، فهمنا مهم بيها. كذلك نكمل السليلوز اللي هو الجدار الخلوي. انتم ماخذيها بالسادس انه الخليه العاديه عندها غشاء خلوي، بس الخليه النباتيه عندها لا، فوقها بعد جدار خلوي. احنا ما عندنا هذا الشيء بخلايا يعني. فالغشاء الخلوي مالتها يحتوي على سليلوز اللي هو احد انواع السكر. زين، التركيب الكيميائي الاساسي مثل ما حكينا قبل شويه هو CnH2O(N). الN هاي تمثل كلمه نمبر. نعطيك مثال الجلوكوز اللي هو سكر سداسي، فهاي هسه مثلا بدال الN راح تكون 6، فراح تضرب هاي H2O في 6، فايش طلعت شو اسمه 6 في 2 حصل 12، وقتكم الO راح يصير 6 نفسها. يقول لك الكربوهيدرات هي بولي هيدروكسي. بولي هيدروكسي معناها عدة مجاميع هيدروكسيل اللي هي قلنا الOH نفسه، وهي ألديهايد أو كيتون أو مركبات أخرى ممكن تطلع هذني نفسهن. يعني شو اسمه مجموعة الألديهايد ويا الهيدروكسيل جروب ورا ما يتحللن. يعني بالبداية احنا دائما عندنا هناك راح يكون مجموعة ألديهايد، خلينا نقول اكو فد بعد شغله مرتبطه بمجموعه الالديهايد، فهاي الشغله ورا ما تتحلل راح تنطينا هذا التركيب الاساسي مال الاخ. هسه راح نصنف السكريات الى 3 مجاميع، يا اما سكريات احاديه مونو او ثنائيه داي او متعدده، وهم عندنا بالنص اوليجو راح ناخذها. اوكي زين، اول شيء السكريات الاحاديه، هاي هي راح تكون الوحده البنائيه الاساسيه للسكريات الاكبر من عندها. يعني شنو وحده البناء مال داي؟ مونو راح تكون. اوكي، شنو وحدة بناء البولي؟ مونو، وهكذا. زين، يقول لك الكربوهيد المونو سكرايتس هي كربوهيدرات ما نقدر نحللها الى مركبات اصغر. ليش؟ لان هي هاي اصغر وحدة. يعني يقول لك شو اسمه المونو سكرايتس هي من ابسط الكربوهيدرات، تحتوي على كربونيل جروب اللي هي اما مجموعة كيتون او ألديهايد. الكربونيل جروب هي السي اللي مرتبطه بO، فسما راح ناخذ تركيب الألديهايد في شويه. الألديهايد والكيتون يقول لك مجموعه الألديهايد هي شو اسمه كربونيل جروب مرتبطه بH ومجموعه سي ثانيه. بالنسبه للكيتون لا، راح يكون كربونيل جروب هم يعني CO مرتبطه ب2H. نجي هنا مثلا نشوف مثال على الألديهايد جروب. هاي عندنا سي، وهاي عندنا او، هاي صار عندنا هسه كربونيل جروب مرتبطه ب H. اوكي، وبسي لوخ تكمل. بالنسبه للكيتون جروب لا، تكون سي مرتبطه بO اللي هي مجموعه الكربونيل حاليا مرتبطه بسيات 2. اوكي، المونوسكرايد ترتبط ببعضها عن طريق جلايكوسيديك بوند حتى تكون الاكبر من عندها اللي هي دايسكرايد والبوليسكرايد. جلايكوسيديك بوند هي احد انواع الروابط الكيميائيه، مثل ما عندنا مثلا ايونيك بوند او بيبتايد بوند كوفالنت بوند، هواي عندنا. فواحده من هاي الانواع هي جلايكوسيديك بوند. زين، يقول لك المونوسكرايدز كلها ريدوسينج شوجرز. لاحظ انه يقول لك المونو، ترى دكتور نجلاء تركز على هالسوالف دائما من يقول لك
only لو أقول لك except هذا سؤال فتح بدك ترى نجلاء وجيبها هواية. فيقول لك المونو كلهن reducing sugars. شنو يعني؟ يعني سكريات مختزلة راح تختزل غير مركبات، هي يصير لها أكسدة السكر، يعني سكر يصير لها أكسدة والمركب المقابل يصير له اختزال. زين يقول لك المونوسكرايدز of more than four carbons tend to have cyclic structures. هسا راح ناخذها بعدين إنه السكريات الخماسية والسداسية ما تفضل إنه تكون بهيئة طولية، أوكي straight chain structure، لا تفضل إنه تكون بهيئة حلقة، سواء حلقة سداسية أو حلقة خماسية. زين المونوسكرايدز يقول لك form rings that usually contain five أو or six. الهيئة مال 5 اللي هي نفسها اسمها راح ناخذ نقول السكر الخماسي اسمه رايبوز، اوكي. فالهيئة الحلقية ما تنسميها فيورانوز، للمشابه في المركب اسمه فيوران. اما شو اسمه، اما السكريات السداسية تكون حلقات اسمها بيرانوز، لان تشبه في المركب اسمه بيوران، وهكذا. زين الداي سكرايتس من اسمها داي تحتوي على 2 مونوسكرايتس. الأوليغو تحتوي من 3 إلى 10، اللي هي مفروض يعني من 3 إلى 9 آخر شيء، 10 وفوق بولي سكرايتس نسميها. هسا المونوسكرايتس راح نصنفها تبعا لشغلتين، أما مجموعة الكربونيل شنو تكون، اللي هي يعني قلنا يا أما الديهيد يا أما كيتون حكيناها سابقا، فممكن تصنف تبعا لهاي الشغلة، وكذلك تصنف تبعا لعدد الكربونات اللي عندها، سواء كانت سكريات عندها كربون 3 او 4 او 5 همينة وهكذا. فهاي مثلا عندنا ال5 خلينا نقول فد سكر معين راح يكون عنده مجموعه الديهايد وعنده مجموعه كيتون، فكل وحده من هذول راح تعطينا سكر. فاول شيء راح نحكي بالنسبه للاكتف جروب اللي هي يا اما الديهايد يا اما كيتون مثل ما قلنا، تنطي تسميات غيرها دائما بالمزمه، فواحدة من هاي التسميات هي ألدوز أور كيتوز. يقول لك هاي التسمية تبعا للمجموعة اللي يصير لها أكسدة. قبل شوية ما قلنا إنه السكريات هي مختزلة لغير مركبات، مختزلة لا مختزلة إيه يعني تخلي غير مركبات يصير لها اختزال وهي تتأكسد، فأكثر مجموعة تتأكسد هي هاي المجموعة، أوكي مجموعة الألديهايد أو الكيتون اللي عندها. فمجموعة الألديهايد اللي عندها العفو مجموعة الديهايد نسميها ألدوز، واللي عندها مجموعة كيتون نسميها كيتوزز أو كيتوز. مجموعة الديهايد حكينا بيها سابقا تحتوي على H ومجموعة سيلخ، والكيتون يحتوي على 2H. التصنيف الشسم الثاني يصنف على حسب عدد السيات اللي عندها. فقلنا أصغر شيء عندنا هي الثري، ما عندنا 2 ولا عندنا 1، فأصغر شيء راح يكون عندنا هو C3 نسميه ترايوز. وهاي تم مخطيها يمكن بالكيمياء همنا هذا التعداد اللي ما ادري بيها لغة، تراي تترا بنتا هكسو وهبتا، هبتا ما ادري هبتو وهاي هكسو ما ادري هكسا. المهم فراح يكون عندنا ترايوز تتروز بنتوز هكسوز وهبتوز، هذا تقريبا ما راح نحكي عنه، فالحكي مالتنا اغلب راح يكون عنه ثاني. عندنا فتشي نسميه اسيمتريك كربون اتومز، نعطيها تسمية التشيرال، اوكي او شيرال حسب انت شلون تريد تلفظها. اللي هي عباره عن ذره كربون متصله باربع مجاميع مختلفه من نوع من نوع من نوع، يعني هنا مثلا تكون H، هنا خلينا نقول حرف A، هنا B وهنا C، اوكي هي غالبا لازم عندها فد H وحده على الاقل، البقيه يختلفن. يقول لك الريفرنس مولكيول از جليسرالديهايد. جليسرالديهايد صراحه ناخذه اللي هو C3 الاساسي مالتنا C3، اوكي دائما نستخدمه كمرجع لان هو اصغر واحد وهو ابو مجموعه الالديهايد الرئيسي اللي دائما نحكي به. المقابل مالته هم راح ناخذه بس ما يفيدنا. السبب هو ان صار هذا الجليسرالديهايد ناخذه كمرجع لسالفه التشيرال لان عنده ذره وحده تشيرال، اوكي انتو دائما لسه ما راح نمر السكريات المجموعه الاولى مالتها ما راح تكون شو اسمه تشيرال، راح تكون سيمتريك. ليش؟ لان عندها هاي دبل بوند، فباعتبار انه عندها ذرتين متشابهه احنا نريد اربع ذرات مختلفه. زين والاخيره، الاخيره هاي هيك دائما نرسموها، هاي شنو اذا ترسمها رسم كامل فراح تكون عباره عن فوق سي، هنا عندنا سي الرئيسيه مالتنا مرتبطه ب اتش، اوكي مرتبطه ب او اتش هنا، وهنا مرتبطه ب اتش لوخ،
اوكي هذا يكون الرسم مالتها. فعندك هذين الاثنين شنو متشابهات، فراح تكون عندنا مجموعة لوخ مختلفة. اما بالنسبة للي بالنص اللي راح ناخذهم دائما، الاولى نقلس عليها الاخيرة نقلس عليها، يظل اللي بالنص هن تشيرل. فعندنا هذا هو المرجع، لان عنده ذرة واحدة تشيرل بالنص. اوكي هاي سي، هاي مجموعة سي مرتبطة بيها، مرتبطة بمجموعة او اتش اللي هي الهيدروكسيل، مجموعة بيها اتش، وجوا اي ذرة مختلفة. فهنا صارت عندنا اربع ذرات مختلفة. واذا واحد يقول ها جوا سي وفوق سي شلون لعد، لا هاي عندك السي مختلفة هنا. هسه هاي اذا ترسمها بشكل كامل هاي مجموعة كربونيل، اما هذا غير مركب ما ادري، يعني ممكن هنا مثلا مرتبطة بمثيل، اما هنا لا الديهايد، فمختلفة يكون زين. فس هاي خلصنا من شو اسمه شيرال. نبدأ بفت شغلة نسميها الايزومرز، المناظرات. الايزومرز اللي راح ناخذها راح تكون يعني عدة تسميات، كل واحدة من هذه لازم تعرفون تابع لشنو. فالتسمية العامة هي ستيريو ايزومر. الايزومر يقول لك هو اي مركب عنده نفس الصيغة الكيميائية بس يختلف بالتوزيع الفضائي مالته. شنو هذا الحكي؟ معناه هسه راح نعطيك مثال انه هذا هسه شنو، هاي صيغة كيميائية اوكي، بس التوزيع مالتها راح تكون مختلفة. يعني احنا من نقول ستة، ناخذ الصورة هذا مثلا عندنا قدامنا الجلوكوز، هذا عنده ست ذرات كربون مثل ما مكتوب بالصيغة الكيميائية مالته. بس شنو عندك تشوف هذا التوزيع، التوزيع الفضائي هذا ال H، هنا عندنا ال OH على اليمين، هنا عندنا ال H على اليسرى، كل وحدة من عندهم بمكان. زين اذا ال OH صارت هنا وال H صار هنا، ظل الصيغة الكيميائية نفسها أم C6، بس شنو توزيع اختلف. فهذا هنا بهالنتيجة ما راح يكون عندنا جلوكوز، حيكون عندنا غير سكر. اوكي فيقول لك الايزومرز يتشابهن بالصيغة الكيميائية بس يختلفن بالتوزيع الفضائي او توزيع الاتومز اللي هو نفس الشيء، فراح نسميهن ايزومرز بهالحالة. مثال عليه نعطيك الجلوكوز، الفركتوز، المانوز، الجلاكتوز، هذين يكونن سكريات سداسية ياخذن نفس الصيغة الكيميائية. يقول لك من تكتب ال شو اسمه ال مولكيولار فورمولا، يعني هاي مال الخط، التوزيع مال H ولا OH مهم. طبعا اكو تكرار هواي بالحكي، فاي والمزه انا قراتها مره واحده فما ادري وين التكرار. يقول لك العدد مال اسيمتري كاربونز اللي هي شنو قلنا تشيرل، يحدد وجود الايزومرز او لا. فهذا الشيء شلون راح نحدده؟ راح نستخدم هيك معادله بسيطه، 2 الى الاس ان. بس مثلا اذا نجي للجليسرالديهايد عدة شيرال واحدة، فراح تكون 2 الى الاس 1. اوكي فهمنا راح تكون نفس 2، فراح يكون عندنا 2 ايزومرز للسي 3 او الالديهايد. فش راح يكون هذا؟ راح يكون عبارة عن ال جليسرالديهايد ودي جليسرالديهايد. شنو هاي ال دي؟ بعدين راح نعرفها. هاي انا برسم زين، ها مثل ما تشوفون هسه عندنا كانت على ال يعني التوزيع، هاي نشرت على اليمين هنا على اليسار بالايزومر مالتها، لا هاي على اليسار وهاي على اليمين. نرجع زين. يقول لك الستيريو ايزومرزم از ا كاركترستكس في فيتشر اوف اول شوجرز اكسبت داي هيدروكسي اسيتون. هذا شنو هم هسه راح ناخذه. نعطيك مثال على يعني هذا المعادله اللي هو الجلوكوز. يقول لك عنده 4 اسيمتريك، هاي شلون حددها؟ مثل ما قلنا هو سكر سداسي، عنده من 1 ل6 اللي جوا. قلنا دائما المجموعة الأخيرة نغلس عليها، المجموعة الأولى نغلس عليها، اللي بالنص ناخذهن. بحالة الجلوكوز هن 4، فاثنين إلى الأس 4 يكون 16، فيعني عندك 16 سكر تركيب الكيميائي سي 6. أوكي؟ هسه راح نحكي على فد شي اسمه أوبتيكال أكتيفيتي، الفعالية الضوئية. إذا عندك فد دورق بشو اسمه بمي وحطيت له مجموعة من السكريات متشابهة، فالضوء اللي راح يجي يسقط على هذا المي راح ينكسر. احنا دائما نعرف ان المي يكسر الضوء، بس شنو اذا هذا المي بيفد مجموعه سكر معينه، الضوء راح يفتري اما عكس عقارب الساعه او راح يجي يفوت للدورق ويفتري عقارب الساعه حسب نوعيه السكر. فيقول لك هذا الشيء ليش دا يصير؟ بسبب وجود ذره الكربون الاسيمتريكال اوكي، او عده ذرات اسيمتريكال اللي نفس السكر. زين فيقول لك when a beam of light is passed through a solution of carbohydrates it will rotate to the light either to the right or to the left. يعني السكر راح يفتر الى في الضوء راح يفتر الى اليمين او يسار. فيقول لك اعتمادا على هذا الروتيشن
الجزيئات راح تصنف يا اما ديكسترا روتاتري او ليفو روتاتري، يعني تصنيفين عندنا. فبالديكسترا راح نعطيها اشاره موجبه ونسميها اسم دي، وطبعا هنا راح تمر علينا دي سمول وهنا ال سمول، راح تختلف عن فد شوي، راح ناخذ دي كابيتال وال كابيتال، لا تخبطوهن. فننطي هاي التسميه وهاي الاشاره وهذا الحرف اذا الضوء افتر ويا عقارب الساعه. زين اذا افتر عكسها راح نعطي العكس اللي هو السالب وال سمول. فعندنا فد شيء يعني فد محلول نسميه رسمك ماكسشر، يعني هو محلول بيخبطه يحتوي على يقول لك اكوي موليكولار ميكستشر اوف اوبتيكال ايزومرز هاز نو نت روتيشن. باو يعني انت عندك فد مركب يفر ويا عقارب الساعه، وعندك مركب يفر عكسها. زين اذا حطيت المركبين بنفس المحلول ما راح يخلي الضوء يفتر. اوكي فلهذا يقول لك انه الديكسترا والليفو اثنينات الفعاليه مالتهم واحده راح تكنسل الاخ، لهذا تكون عندنا الرسمك ميكستشر. اوكي فيعني اذا بس واحد من عندنا موجود بمحلول مثلا ديكسترا حاليا راح يفر ويا عقارب الساعة الضوء، واذا عندنا بس ليفو راح يفر عكس عقارب الساعة، واذا عندنا اثنيناتهم راح يفوت ولا كأنه اكو شيء. زين عندنا جملة او مصطلح نسميه بينالتيميت. اوكي هذا مصطلح يعني نستخدمه لذرة الكربون ما قبل الاخيرة، اللي يقول لك هي قبل مجموعة CH2OH اللي قلت لكم هاي دائما ثابتة ونغلس عليها باعتبار انه هي سيمتريك. فهاي البينالتيميت تكون اسيمتريك. اوكي نستخدمها كمرجع، مرجع لشنو؟ للفرات اللي راح ناخذها، راح نقول اكو دي واكو ال شوغرز. زين هاي على يا اساس اعتمدناها؟ اعتمادا على فرات الاو اتش والاتش حول البينالتيميت كربون اللي هي ما قبل الاخيره. اذا نجي نحسب 1 2 3 ما قبل الاخير هي الاثنين، فهنا نقول البينالتيميت هي هاي. زين اذا عندنا سكر رباعي سي 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 نجي نحسب 1 2 3 4 يا هي قبل الاخيره هاي، فهاي راح تكون بينالتيميت. اوكي يقول لك مونو سكرات از دي ايزومرز اور ال ايزومرز اعتمادا على على شو اسمه مكان الاو اتش نسبه الى البينالتيميت كربون. اوكي فقبل ان نكمل الشرح عندنا راح يكون دي شوغر وال شوغر ايزومرات اثنينات مناظرات، هاي مناظره لهذا. اوكي بس كل واحد اسم، هذا ال حفظوها ال من ليفت. اوكي ودي هي العكسه والرايت، بس المهم انه الال اختصار لليفت. فمجموعة الاو اتش من تكون على اليسار راح نعطي تسمية ال شوغر، واذا مجموعة الاو اتش على اليمين راح نعطي اسم دي شوغر. زين احنا ليش حكينا وقلنا عندنا بينالتيميت؟ لان هسه ابسط شيء قبل شوي ايش قلنا؟ قلنا مجموعة السي 6 ايش كم مناظر عندها؟ قلنا 2 الى الاس 4 عندها 16 مناظر. زين هذين 16 مو اكثر من سكر اي. زين شلون اذا اقول لك عندك 8 من عندهن؟ يعني هنا بلا صدق خلينا نقول بس 8 عندهن اسم، بس من قلنا 16 فهنا عباره عن دي وال، يعني راح ناخذ جلوكوز ابو الدي وراح ناخذ ال جلوكوز. اوكي هاي خلصنا 2 من 16 بقى عندنا 14، فراح ناخذ الجلاكتوز القاله هم عندنا دي وعندنا ال. اوكي صار لنا 12 هيك يعني. فهي هاي الفكره انه الايزومرز اكثر من وحده. ف من بدنا نعطي هاي التسميات دا تسهل السالفة. المهم انه هسه عندنا ايزومريشن اعتمادا على البينالتيميت كاربون. فهسه بالنسبة للجالاكتوز انا ليش هسه ذكرت هاي الشغلة؟ عندك التوزيع ابسط شيء هسه مال الجلوكوز، التوزيع هذا راح يكون يعني هذا كله راح يكون ثابت. اوكي بالنسبة للجلوكوز وال يعني ال والدي مالته النسختين، من نقول اكو دي اللي قلنا الاو اتش على اليمين، فشنو اذا صار عندنا ال جلوكوز اللي هو الاو اتش على اليسار كلهن راح يلتفن. يعني سباق هنا الاو اتش كانت على اليمين هنا صارت على اليسار، هنا الاو اتش على اليمين صارت يسار، الاتش يمين صارت يسار. اذا هذا المركب نفسه بالضبط موجود بس عندنا هاي الاتش بدال الاو اتش هنا، اوكي هذا راح يكون غير سكر تماما وراح يكون عنده هيئه ال مختلفه. هسه ابسط شيء باو باع المانوز حال الجلوكوز، بقى التوزيع شلون؟ هاي هنا الفراغ يعني اتش، نفس التركيب الكيميائي اثنيناتهن بس شنو؟ الاو اتش والاتش هنا متبادلات الاماكن، فصار عندنا سكر اسمه مانوز. زين ال مانوز شلون راح يكون؟ راح يكون نفس هذا التركيب، نفس هذا التركيب طفر قلم، بس الاو اتش هنا وهاي الاو اتش هنا والاو اتش هنا وهكذا. اوكي
زين. فنرجع نقول الجليسرالديهايد is the simplest carbohydrate and is taken as the reference for monosaccharides. هو المرجع مالتنا لأن هو أبسط واحد. زين. سالفة الـ D والـ L الأزمريشن مالتهن نعطي تسمية enantiomer. أوكي؟ لأن حيصير عندنا خبطة هسه من المناظرات. فهسه أول شيء D والـ L نسميها enantiomer. يقول لك pair of structures that are mirror image. أوكي؟ صورة مراية. يعني سالفة إذا تحطها قدام المراية راح يعطيك هذا. For each other. The two members of the pair are designed as D and L sugar. Depending on the configuration of H and OH around the reference carbon atom, reference قلنا شنيه penultimate. The two mirror forms are designed as L and D. يعني نعطي صيغة D و L حسب penultimate. هسه هذا عندنا glyceraldehyde مثل ما حكينا. ال OH مالته هنا على اليسار فهذا راح يكون L glyceraldehyde وهذا ال OH مالته على اليمين فراح يكون OH. وهو المرجع مالتنا الرئيسي لأن عنده penultimate وحدة. زين. يقول لك in the case of monosaccharides having more than three, the penultimate carbon atom is considered as the reference carbon atom. يقول لك السكر إذا عنده أكثر من ثلاثة, the penultimate مالته راح تكون شنو؟ the penultimate مالتنا هي راح تكون المرجع. penultimate قلنا بكل أحوال هي راح تكون قبل الأخيرة. فس هذا الجلوكوز the penultimate مالته راح تكون الخامسة. ما أدري إيش ذاكر هاي الجملة الغريبة. يا ما أدري إيش التكرار. المهم. it may be noted that D and L varies the group to شنو؟ ها يقول لك بالش اسمه بسالفة D والL لازم تلاحظ إنه ترى المجموعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة يعني اللي ما لهن علاقة بالروتيشن يكونن همنا مقضوبات كلهن على مود يسوون الش اسمه الصورة وأنا برأي. يقول لك ما دام عندنا الإنزيمات تقرأت ملزمة الإنزيمات. الانزيمات عرفتوا ان هي ستيريو سبيسيفيك واحده من الخصائص مالتها. فلهذا الانزيمات داخل جسم الانسان راح تحلل بس الدي شوغرز. يعني اذا يفوت جسم الانسان ال شوغر ما راح تحلله. السكريات اللي موجوده بالطبيعه كلهم بهيئه الدي. زين هسه خلصنا من المصطلح اللي هو الانانتيومر. هسه عندنا مصطلح ثاني الابيميريزم. هذا مصطلح نستخدمه لشنو؟ للنظائر كذلك ما دام هاي سالفه الايريزم دائما للنظائر. بس شنو هاي للنظائر اللي يختلفن بترتيب مجموعة واحدة. على ما نختصرها يعني دماء الصورة سأل الجلوكوز قلنا هذا ترتيب مالته هيجي اختلف هو والمانوز بالترتيب مال المجموعة الثانية والجلوكوز اختلف عن الجلاكتوز بالترتيب مال المجموعة الرابعة. فما دام هذا الاختلاف مجموعة واحدة ايش تنطي تسمية ابيميريزم. اوكي ابيميريز لعفو. فأود أقول لك when two monosaccharides are different from one another in the configuration around one carbon atom only, they are called epimers. زين. لاحظ إنه ده يقول لك one carbon atom only. ما ده يقول لك عندنا مرجع أو شيء. هنا لما نحكينا قلنا عندنا penultimate اللي قبل الأخيرة هي المرجع مالتنا. هنا أنا ما عندنا مرجع. أي مركب عنده مركب ثاني يشبه تماماً عنده مجموعة واحدة نعطيه اسم epimer. يقول لك ماذا يعني الاختلاف بالإبيمرز مثل الجلوكوز والجلاكتوز نسميه epimerization and is catalyzed by group of enzymes called epimerases. أكو مجاميع من الإنزيمات اللي هي epimerases. يقول لك ممكن تحول بيناتهم. يعني في يجي فد إنزيم اسمه مانوز مثلا epimerase راح يقلب هاي المجموعة من هنا لهنا يحولها إلى جلوكوز. واكو يجي إنزيمات إيه مو ماكو. فنعطيك مثال اللي هو حكيناه احنا هسه الجلوكوز والجلاكتوز اثنيناتهم ابيمرز لان المجموعه الرابعه شو اسمه ترتيب مالتهم متشابه عدا المجموعه الرابعه مقلوبه بيناتهم. الاو اتش بالمجموعه الرابعه على اليمين مثل ما نشوف هنا على اليمين بالجلوكوز وعلى اليسار بالجلاكتوز. كذلك ان المانوز يختلف عن الجلوكوز بان المجموعه الثانيه مالته ما كاتبين إذا يمين أو يسار. بس المهم إن المجموعة الجلوكوز الثانية مالتها راح تكون الـ OH على اليمين أما المونوز راح تكون على اليسار. فد أمثلة على كل مونوساكرايت و يعني شنو الهيئة اللي موجودة داخل جسم الإنسان. عندك مثلا الترايوز عندنا الجليسرالديهايد داخل الجسم. التتروزز عندنا الإرثيروز. البنتوز عندنا الرايبوز هذا ذكرتكم إياه اللي موجود بالآر إن إي. وعندنا الهكسوز اللي هو أهم واحد الجلوكوز أكيد. والهيبتوز عندنا هذا اللي ما ادري اصلا شلون رفضه وصار لي سنتين
مسام أبي. زين بالنسبة للترايوز من اسمه تراي يعني ثلاثي، سي ثري فهي الصيغة الكيمياء مالتها. سي ثري إذا شو اسمه إذا تريد تعرف إيش قد عدها إيزوماس، فمثل ما قلنا تأخذ ال شو اسمه عدد الكربونات الأسيمتريك وتحط الأس الاثنين، فهي بس واحد، فعندنا راح يكون سكرين بالألديهايد شو اسمه إيزوماس اللي هنا راح يكون دي وال، وهاي انتهينا عندنا بس اثنين، فهو أبسط واحد راح يكون عندنا الجليسرالديهايد هو الترايوز الرئيسي خلينا نقول، وماكو غيره يعني غير واحد بس هذاك مجموعة كيتون، فعندنا جليسرالديهايد مجموعة L و D. هاي خلصنا من مجموعة الألديهايد. زي مجموعة الكيتون راح يكون اسمه داي هيدروكسي أسيتون اللي قلنا قبل شوية ذكرناه، قلنا ما عنده أوبتيكال أكتيفيتي. ليش ما عنده أوبتيكال أكتيفيتي؟ راح نعرف هسه، لأن هو أوكي ترايوز عنده ثلاث سيات، بس شنو الفكرة بمجموعة الكيتون؟ إنه قلنا عندنا سي أم الكربونيل مرتبطة باثنين سيات، أوكي؟ فهاي السي مجموعة الكربونيل راح يكون رقمها اثنين، أما هاي راح يكون رقمها واحد وهاي رقمها ثلاثة، فمجموعة الثلاثة كالعادة متناظرة، لأن عندنا اتشات كما رسمت لكم قبل شوية، اتش و اتش منها. المجموعة الأولى راح تكون نفس المجموعة الأخيرة نفس التركيب، زين واللي بالنص اللي بالنص هم قلنا عندها صرة مزدوجة، فلهذا ما راح يكون عنده أي ذرة كربون أسيمتريك، فهذا ما راح يكون عنده أوبتيكال أكتيفيتي ولا راح يكون عنده إيزومرز. زين الترايز يقول لك عنده ثلاث ذرات كربون، الألدوز مالتنا هو الجليسرالديهايد، بعد يقول لك ألدوز، فالكيتوز مالتنا إيش راح يكون؟ هو هذا دايهيدروكسيسيتون. الكيتوز اللي هو إيزومر يكون الجليسرالديهايد. هو هذا الحكي الجليسرالديهايد يقول لك عنده واحدة أسيمتريك فراح يكون اثنين إيزومرز. كومباوند وذ أن أسيمتريك كربون أتوم كان إكزيست إن تو فورمز اللي هنا ال والدي. Or two isomers, and these isomers are related to each other like an object and its mirror image. رجع. ده هيدروكسيسيتون ما عنده اسيمتريك كربون، لهذا ما عنده isomers. يقول لك كل المونوسكرايتس عندهن اسيمتريك كربونز عدل ده هيدروكسيسيتون. وإحنا إيش قلنا دكتورة نجلاش تحب؟ ها هي. زين. عندنا تيتروز اللي هنا سكريات الرباعية. قبل ناخذهن اثنين للأس اثنين راح يكون عندنا أربعة isomers. عندنا دي وال الفد مركب وعندنا دي وال الفد مركب وهاي انتهينا. فأنا عندنا خلينا نقول سكرين باسم واحد، كل واحد من عندهم بي دي شو اسمه ال، اوكي دي لخ وال لخ. يقول لك الالدو تيتروز هي نفس كلمه الدوز بس تيتروز على سكرات رباعي از ارثيروز، هذا اول سكر رباعي. عندنا بعد سكر لخ بس ما ادري اذا ذاكري ولا لا. المهم هذا الالدوز مالتنا الاول، فراح يكون عندنا صيغه دي وعنده ال ارثيروز، which contain four carbon atoms in the molecule and have two asymmetric مثل ما قلنا اللي هي مجموعة الثانية والثالثة مالته، فاثنين راح يقول لك للأس اثنين هي أربعة. بالنسبة للكيتو تتروز هنا احنا قلنا باقي السكريات كلها عندها بعد إيزومرز عدل دايهيدروكسيسيتون، فشنو إذا نجي هنا الكيتوز مالته اللي هو هذا اسمه ارثيرولوز، أوكي مجموعة الكربونيل راح تكون الثانية مو الأولى، اوكي وهاي هي الرابحه الرابعه، فهاي راح تكون سيمتريك، هاي سيمتريك، هاي سيمتريك، راح يكون عنده بس ذره واحده اسيمتريك، اوكي فهاي ممكن تنطينا ايزومرز، فهم راح يكون عنده دي وال، اوكي لل شو اسمه للكيتون مالته. اما الالدوز مالته لا راح يكون عنده أربعة ايزومرز، اثنين من عندهم دي وال واكو بعد سكر بس ما ذاكر يظهر بالمنزل. المهم سكريات الخماسية البنتوز هم اللي نخلص من عدها بسرعة، اثنين للأس ثلاثة شو اسمه هتكون ثمانية، عدها ثمان سكريات. بنتوز have five carbon sugar molecules. الألدو بنتوز هم اللي كلمة ألدو بنتوز أو يعني الألدوز ما سكر خماسي. نعطيك ثلاث أمثلة عليهن، دي رايبوز دي زيلوز ودي ديوكسي، اثنين العفو ديوكسي دي رايبوز، هذا نفسه هذا بس الذرة مع الكربون الثاني مالته منزوع من عندها أكسجين، ديوكسي ديوكسي يعني منزوع أكسجين، الاثنين هاي من ذرة الكربون الثانية دي رايبوز. الكيتون هي نفسها بس حطوا لها كلمة لوز رايبولوز وزايلوز، هذا ساعدنا الرايبوز باو ذرة الكربون هسه هاي رقم واحد رقم اثنين، هذا تركيب حلقي ترى مو ستريت شين،
هاي 3 هاي 4 هاي 5. ذرات الكربون الثانيه راح يكون مزونتها الاكسجين راح تكون بس اتش. لهذا يقول لك بنتوز they are sugars containing 5 carbons من اسمهن. ribose is constituent of RNA while deoxyribose is seen in DNA. DNA هو اصلا من اسمه ديوكس اسمه الكامل اتوقع ديوكسي ريبونيوكليك اسيد اي, وال RNA هو ريبونيوكليك اسيد. ف هذا راح يكون يعني ديوكسي ريبوز راح يدخل بتركيبه منزول الاكسجين, وهذا الريبوز الكامل لا راح يدخل بتركيب ال RNA. ده ديوكسي شجر يقول لك اكسجين اوف ذا هيدروكسيل جروب ممكن ينزل على مود نسوي ديوكسي شجر. يقول لك ديوكسي ريبوز اللي هو احد السكرات المنزول منها اكسجين مهم بالتركيب مال نيوكليك اسيد اللي هو بالحرق لنا الدي ان اي نفسه. شو اسمه هذا الريبوز, ونجي للذره الثانيه باو مالتب هذا بعد الذره الثانيه نزل منها اكسجين. هذا الريبولوز شو اسمه هذا واحده هاي 2 3 4 5 عندنا هاي ذني 3 راح يكونون شنو سيمتريك, فراح يكون عنده بس 2 اسيمتريك, فاذا نجي نرفع 2 للاس 2 اوكي راح يكونون 4 بس. واحنا خلصنا من الاذن اصلا قلنا شو اسمه هذا الزايلوز وال لا وينه ريبولوز ويز زايلولوز اثنيناتهم هنا عندهم ال ودي, فراح يكون عندنا ذني 4 سكريات. عندنا الهيكسوز اللي هو سكر السداسي هم نخلص قبل راح يكون الاولى لا الاخيره لا, فعندنا بالنص 4 2 للاس 4 راح تكون 16 اوكي, فعندنا 16 سكر سداسي. يقول لك هن اهم السكريات الاحاديه وهن هن اللي يدخلن بالتركيب الرئيسي مال الدايسكرات والبولي. يعني عندك من شو اسمه من التتروز لحد البنتوز اوكي كلهم ما يدخلن بالتركيب الاكبر من هذين. الهيكسوز هن اللي يدخلن. يقول لك اهم الدو هكسوز هو الجلوكوز, واهم وينه بعدين اذكر يمكن المهم ها الدو هكسوز عفوا الجلوكوز عندنا الجلاكتوز والمانوز ها هي انا الكيتو هكسو اللي عندنا هو الفركتوز اوكي الفركتوز اللي ما حاطه له صوره هذا الفركتوز يساعدنا. هاي الذره الاولى مالته هاي الثانيه هي كربونيل وهاي الاخيره اوكي زين. يقول لك الجلوكوز مولكيول ممكن يكون بهيئتين صيغة التشين المفتوحة نسميها اي سايكليك وهيئة الرنج الحلقية سايكليك. هاي الاي الاي هي معناها لا هيك العكس يعني سايكليك يعني حلقي من اسمه اسايكليك غير حلقي. فيقول لك هذين الثلاثة هن الكامن الدو هكسوسز. بالنسبة للجلوكوز يقول لك هو سكر الدم, من يقول لك من واحد قدامك يقول لك سكر يصعد سكر ينزل, اللي صعد ونزل هو الجلوكوز نفسه لأنه هو يفتر بالدم وهو مصدر طاقة رئيسية بالجسم. المانوز يدخل بتركيب الجلايكوبروتينز, الجلاكتوز يدخل بتركيب الجلايكوبروتينز, كذلك يدخل بتركيب أحد أنواع السكريات اللي هو اللاكتوز. سامعين بكلمة لاكتيتينج؟ لاكتيتينج اللي معناها إرضاع. هاي الكلمة أصلاً بشكل رئيسي جاية من سكر اللاكتوز اوكي, او هو اللاكتوز يمكن خاطئ من عند. المهم اللاكتوز هو السكر اللي موجود بالحليب اوكي, فاللاكتوز سكر ثلاثي العفو بولي ما ادري كم واحد ناسي بس هو موجود مزي ما تكون الثانيه يمكن. المهم الوحده التركيبيه لبنائه جلاكتوز وجلوكوز حسب ما اتذكر, فلهذا الجلاكتوز يدخل بتركيبه. عندنا الفركتوز يقول لك is the same molecular formula as glucose but differs in structural formula. مش جديد علينا C6 وال H12 هاي مو جديدات, فنفس التركيب الكيميائي بس يختلف بالصيغة التركيبية مالته توزيعية زين. لهذا يقول لك الجلوكوز والفركتوز اثنيناتهم ايزومرات بالفانكشنال جروب, يعني مختلف بيناتهم بس الفانكشنال جروب, اما الباقي الترتيب هذا يعني متشابه. الفركتوز هو يقول لك السكر الرئيسي مال العسل, هاي شغلة مهمة بالأمسكيوات زين. هسه شوية حكي إنه سكرياته وأهمياته السداسية. الجلوكوز هو مثل ما قلنا سكر اللي موجود بالدم هو مصدر طاقة رئيسي. الفركتوز مركب رئيسي للسكروز أوكي.
سكروز هو من نفس من اسمه يعني سكر بالعربي شو اسمه يعني سكر اللي نستخدمه مثلا مع الشاي هاي العادي. الجلاكتوز يقول لك من مركبات اللاكتوز مثل ما حكينا، كذلك يدخل بالجلايكوليبيدز وبالجلايكوبروتيز. المانوز يقول لك مركب يعني احد مركبات الجلوبيولينز والجلايكوبروتينز. الجلوبيولينز هي احدى انواع البروتينات اللي ممكن يعني تلقاها مثلا بالجهاز المناعي. فالمانوز اكو كم نوع بس من الجلوبيولينز هو يدخل بتركيبه، يعني عموما هي تركيبها الرئيسي هو بروتيني. فالمانوز هنا هي جاي داخل صفحة. هسه شو اسمه اكو انزيمات راح تقدر تحول بين الجلوكوز والفركتوز. فيقول لك however the major source of fructose as an ingredient in food is from the hydrolyzation of starch to glucose which is then converted to fructose. ما ادري ايش بيجي الحكي. مهم عندك الستارش يقول لك راح ينكسر الى جلوكوز، بعدين الجلوكوز نحوله الى فركتوز. هذا يعني المصدر الرئيسي مال الفركتوز داخل الجسم. ما ادري وعموما الجلوكوز والفركتوز نقدر نحول بيناتهم، وهذا عوده التركيب الكيميائي مال التحويل، بس يعني مو شيء مهم. هسه عندنا الفيشر فورمولا هي نفس الصيغه هاي ومال حل شو اسمه يعني ستريت تشين is given to one sacrifice when they are present in straight chain from a relation to the German scientist Fischer. ما حاجة مهم أنا بس أسأل. فيشر فورمولا هي الهيئة الحلقية مالتها. الهاورد فورمولا هي الحلق ال عفوا الهيئة أم التشين يعني أم السلسلة. الهاورد فورمولا هي أم الحلقة، أوكي، سواء حلقات السداسية أو الخماسية. يقول لك بال شو اسمه بالسوائل المائية اللي مثل الأندام يعني most of the monosaccharides are present in cyclic form. أغلبهن يأخذن هيئات حلقية، يعني بدال هاي تتحول إلى حلقة. ring structures is preferred structures for pentoses and hexoses. السكريات الخماسية والسداسية تفضل إن تكون بهيئة حلقة which is a core motion from an internal reaction between the aldehyde group in carbon 1 and the alcohol group in 4 in case of pentose or يعني الكربون الاولى اللي هي تكون مجموعه الالدهايد راح تتفاعل ويا قبل الاخيره اللي هي البينالتيميت اللي قلنا عليها. فبحاله البنتوز البينالتيميت مالته كانت رقم 4، بحاله الهكسوز كان البينالتيميت مالته رقم 5. فعندنا يا اما الاولى تتفاعل ويا الرابعه عم تكون لنا حلقه، او الاولى تتفاعل ويا الخامسه عم تكون لنا حلقه. زين فراح ينتج عندنا همنا ستيريو ايزومرز، احد انواع الايزومريشن اللي هواي صارا تسميات اي الفا وبيتا. بس راح نعرف هاي يعني الفا وبيتا من شنو جايه. يقول لك اذا فت سكر عند مجموعه الديهايد او سكر عند مجموعه كيتون تفاعل ويا كحول على ذره رقم 5 مالته راح يكون لنا فد شيء نسميه يعني مركب نسميه همي اسيتال او همي كاتال. الهيمي كاتال مال كيتون جروب والهيمي اسيتال للالديهايد، اوكي. فيعني من يتفاعل ويا كحول راح ينطونا هذا المركب. هذا استوني قلت زين سيميلر تو فيوران. رينج ستراكشر ذكرناها سابقا مال بنتوزز مشابه للفيوران، لهذا كانوا يسموها فيورانوز. اما رينج ستراكشر مال الدو كيتوز الالدو هيكسوز العفو مشابه للفيوران فيسموها بيورانوز. شو اسمه الالدو هيكسوز بيورانوز مثل ما قلنا شو اسمه بالسولوشنز بالمحاليل او السوائل دائما السكرات تفضل انه تكون بهيئه حلقيه. فلهذا البيورانوس راح نلقاه هوايه بالالدوهكساز يعني سوليوشنز سواء المحاليل اللي بيها الدوهكساز. زين هاي هي الفيوران، حلقه الفيوران وحلقه البيوران. هاي مو حلقه سكر، لا احنا مو قلنا مشابهات للمركب الفيوران اللي هو هذا مركب البيوران هو هذني، بس هاي ترى مو نفسها السكريه، اوكي. زين هاي هسه مثلا هاي الحلقه السكريه باو هنا هذا الفيوران بدبل بوند، اما هذني لا ما عندنا ترى دبل بوند هنا. يقول لك الكيتو هيكسوز الفركتوز ذكرناه كان بي بريزنت ان ذا بيوران بيورانوس فورم بات ات از بريزنت ان ذا فيورانوس فورم. يعني السكرات السداسيه قلنا راح تاخذ هذا الشكل اللي هو مال بيوران،
الرئيسي، بس ممكن هم انه يروح يطفر ويصير فيورانوز. كيف يعني؟ هو شاذ على القاعده الفركتوز. كربون نمبر 1 ان ذا رينج ستراكشر اوف الدوز از كولد انيوميريك كربون. هسه صار عندنا الذره ما قبل الاخير نسميها بينالتيميت، اما الذره الاولى راح نسميها بعد انيوميريك. زين ذا اوتش جروب ويتش ار اون ذا رايت سايد ان فيشر فورمولا are shown pointing downward in the ring structure, and thus those are present on the left side are shown pointing upward. شوفوا هسه عندنا هاي straight chain راح نحولها الى حلقه، بس على مود السهوله نشوفون هاي straight chain تحولت الى حلقه شلون. ده يقول لك اللي موجوده على اليمين راح يأشرن لي جوا، اللي موجوده على اليسار راح يأشرن لي فوق بالرسم الحلقي. للسهوله اعتبروا هاي straight chain هي واقفه وقعت على وجهها من هنا، اوكي؟ فوقعت على وجهها، ايش صار؟ اللي على اليمين انت من توقع على وجهك شي يصير؟ اوكي، يعني انت وجهك من هنا وقعت عليه، ايش راح يصير؟ بطنك حصير بالقاع، فاللي على اليمين اللي هنا بطنك مثلا ها راح يصير اللي جوا، وهذا اللي بظهرك راح يصير اللي فوق، اوكي؟ هنا ما مكملين الرسم، بس المفروض هو هذا شو اسمه الفركتوز. لان هاي مالت الثانية شو اسمه كاربينيل جروب، هذا هو الفركتوز من نفسه. يقولك مشابه للفيوران ممكن يكون بهيئة خماسية، مع انه هو سكر سداسي مفروض قلنا فيوران، بس هو ممكن همنا يطلع بهاي الهيئة. زين هذا السكر الخماسي اللي هو الرايبوز شلون تحول. شوفوا هسه مثلا عندكم الذرة الثانية مالته من انبطحت على وجهها صار ال OH مالته صارت لجوا، الثالثة همينه OH لجوا. طبعا لا حد يعني يحاول يصير عبقري ويحول هاي الى هاي، او يدور فيديوهات ويدوخ روحه، ما يحتاج تدوخ. اعرف انه هاي دائما بالنص اكو O لي فوق، والذرات بدي تترتب من ورا هاي ال O. يعني الذرة الاولى تاخذ هنا، كل زاوية تاخذ ذرة كربون. يعني هنا هو ما رسم لك شيء، بس هاي تعتبر C، هنا C C C، بس السي الأخيرة تكون مطرودة، أوكي؟ لأن قلنا التفاعل هو بين الذرة الأولى وشنو؟ والذرة ما قبل الأخيرة البينالتيميت. فالذرة الأخيرة الرئيسية راح تكون برا مطرودة، برا الشكل. إذا نرجع نشوف مثلا هنا همينة هذا سكر سداسي، هذه الذرة الأولى ما تفاعلت ويا الخامسة اللي هي البينالتيميت، والسادسة راح تكون مطرودة، أوكي؟ وبالنص دائما شنو؟ أو زين الانمر الكربون. يقول لك هي الكربونه بيرنج ذا هيدروكسيل جروب كربون 1 اوف الدوز اور 2 اوف كيتوز. يعني هسه هذا رايبوز، يا هي الانمر مالته هاي الاولى، هذا قلنا قدامنا فركتوز، يا هي الانمر مالته الثانيه، اوكي؟ يعني مجموعه الكيتون او الالديهايد الذره مالتهن الرئيسيه هي اللي راح تكون الانمر. فبما انه الكيتون الذره مالته الرئيسيه هي الثانيه مو الاولى، فهي هاي راح تكون الانوميريك، مجموعه الكربونيل يعني. زين the configuration are designed as alpha sugar when the anomeric hydroxyl is projected to the opposite face of the ring from carbon 6 or beta sugar when the anomeric hydroxyl is projected to the same face as carbon 6. الانوميريك هيدروكسيل يعني مجموعه الهيدروكسيل اللي مرتبط هي بالسيل انوميريك نفسها. فساعدنا هذا الرايبوز الانوميريك مالته هاي رقم واحد، الهيدروكسيل الانوميريك هو هذا اللي مرتبط برقم واحد. احنا اذا نرجع للتركيب الستريت شين ماكو OH هنا، بس بالتركيب الحلقي ذرة رقم واحد يصير عندها OH. لهذا قلت لا تدخون بالتحويل مالتها ولا تدورون فيديوهات عليها، هو مجرد انه راح يجيك الرسم جاهز، ما راح يقول لك حول لي. فالمهم انه الاولى راح تكتسب OH اللي هي الانوميريك نفسها يعني. فبحالة الكيتون الكيتوزيس عفوا شو اسمه راح تكون الثانية مثل ما قلنا، لأن هي الأنوميريك مالتها. فالعلينا إنه الأولى عندها أو إتش نسميه الأنوميريك أو إتش. فإذا كان هذا الأو إتش أوكي نفس الاتجاه مال الذرة الأخيرة اللي هي خارج السلسلة، راح نعطي تسمية للسكر بيتا. إذا كان هذا الأو إتش عكس الاتجاه، راح نشان جوه عكس الاتجاه الأخيرة هاي، راح نعطي تسمية الألفا، أوكي؟ بس انا بدي اقول لك انه الانوميريك عندك هاي الاو اتش مثل ما تشوفون نفس الاتجاهيه مال هاي، اما الاو اتش هاي عكس الاتجاهيه مال هاي اللي هي الاخيره اللي طالعه برا. فهاي هنا راح يكون الفا وهنا راح يكون بيتا. زين شلون تحفظون هاي؟
انت ما اعتقد يعني ماكو واحد بيكون مسامع انه اكو يعني مصطلح الالفا ميل والبيتا ميل، من نقول انه الالفا ميل يعني رجال الالفا يكون اقوى من البيتا او احسن من عنده مجتمعيا وهيجي. فالالفا خلينا نقول قوي، عنده شخصيه انه يفرض روحه ويقضب على الاخيره، اما البيتا ما عنده شخصيه فراح يتبعها اوكي يزحلق وراها. هسه الفوسفوريليشن مال السكريات يقول لك ميتابوليزم مال كل السكريات راح يبدي بالعمليه الفسفره، يعني داخل الجسم من تبدي تريد تحلل السكريات الكبيره راح تفسفرها لمتحولها الى اصغر. كذلك من نريد نسوي جلايكولايسيس وهاي من يمكن حسب ما اتذكر عشان اكو فوسفات الموضوع اي كان اكو زين. هسه عندنا خصائص فيزيائيه للسكريات. اول خصيصه هي السوليبيليتي، طلع قلم الذوبانية. هاي بدون ما يعني تقرأ هاي الحكي اللي قدامك تقعد تفكر، تفكر إذا تحط شكر بالشاي شي يصير؟ راح يذوب. فإذا السكريات تقدر تذوب، فيقولك الذوب بالسوائل are easily soluble in water resulting in sweet، مفروض in sweet solution. Fructose is the sweetest monosaccharide sweeter than sucrose. شوف السكروز هذا حكينا عنه قبل شوي، قلنا السكر الصناعي، والفركتوز هذا نفسه هو يدخل بتركيب السكروز وعمله موجود بالعسل. فيقول لك الفركتوز بالمحاليل يكون احلى، يعني المحلول مالته يكون بعد احلى من السكر الصناعي. يعني تفكروا بيها انه ها والله العسل حلو، صح هو هذا من المركبات هذا، بس حاليا دا احفظكم هذه السالفة. الفركتوز موجود بالعسل والعسل احلى من الشكر العادي، فلهذا اذا هذا حطيته بالماء راح يكون احلى. زين ميوتاروتيشن فتخصيصا فيزيائي يقول لك means presence of alpha and beta anomers of a sugar in a solution in an equilibrium. فد محلول موجود بأي الفا العفو وبيتا ويكون التوازن واحد ويا الاخ، يعني داخلين بحالة توازن. The alpha and beta anomers of D glucose interconvert in aqueous solutions by a process called mutation. ممكن يتبدلن، يعني لأي الألفا يصير بيتا والبيتا يصير ألفا بعملية نسميها ميوتاروتيشن. وكلهن مثل ما قلنا سابقا أدهن خصيصة ضوئية عدد دايهيدروكسي أسيتون، وهذا MCQ. زين تسميات حاليا ترى صارت أدنى أفكر هذا تسميات صارت مثلا بيتا دي جلوكوز، يعني الاسم شوية صار أطول، فركز على هاي الشغلة. كمان مثلا الفسفرة خاف تجيكم الاسم مالتها الفسفرة الفسفور ممكن يقعد بأي مكان من الذرات الستة، فإذا يقعد على الأولى مثلا راح نطيب التسمية همنا نحط الرقم ما ذرة قاعد عليها. شلون بنحط مثلا 2 ديوكسي رايبوز؟ ليش حطينا 2 ديوكسي؟ معناها الذرة الثانية هي اللي نزع منها الأكسجين. فإنانا هم نفس الشيء، إذا عندك الفسفور قاعد بالأولى راح نطيل رقم بالاسم، وإذا قاعد أساسا نطير رقم 6 بالاسم. زين خصائص كيميائية للسكريات ممكن تكون reducing sugars، ذكرناها سابقا إنه هي سكريات مختزلة هي تعاني تأكسد والمركب اللي قدامها يصير له شو اسمه يصير له اختزال. يقول لك الأكسجين on the anomer carbonyl group of some sugars is not attached to any other structures. However these sugars can react with chemical reagents such as Benedict solution and reduce the reactive component. The anomeric carbon becomes oxidized. This test is used for diagnosis of urine sugar. شوفوا أول شيء يقول لك الكربونيل جروب مو بيها سي عندنا مرتبطة بأو، فايل أو يقول لك ما مرتبطة بأي مركب، يا ما أدري شنو المعلومة. المهم السكر ممكن يتفاعل ويا فد محلول اسمه بنديكت، هذا فد محلول بكبر اوكي اللي هو نحاس. من السكر يتفاعل ويا هذا النحاس راح يعطينا مركب ازرق اللون، محلول العفو ازرق اللون. فشنو هذا الزراق وين يفيدنا؟ اذا نسوي تحليل مال يورين، يعني اذا نريد نعرف اذا الواحد عنده سكر عالي او لا، اذا صاعد ودي يطلع باليورين راح نسوي التحليل مال بنديكت، راح نحط اليورين ونحط له بنديكت سوليوشن. اذا تحول لون ازرق قوي او لون ازرق خفيف على خضار يمكن هيك شيء، ما ادري اذكر بالضبط الفحص. المهم اذا تحول ازرق قوي
فمعناها شنو؟ معناها عنده sugar in urine، واللي هو شيء مو زين، ممكن عندك يعني kidney failure. فالمهم من يتفاعلن يقولك يصير reduction بالreactive component اللي هو C، يعني C والكبر راح شو اسمه هو يكون plus plus كده حسب ما أتذكر، راح يصير له reduction. والأنومر الكربون اللي هي الذرة الأولى والCO راح يصير لها أكسده، ومثل ما قلنا يستخدم بالفحص مال اليورين. وساعدنا تفاعلات غيرها، يعني عدا عن هذا تفاعل، هذا يخص أن السكريات هي نفسها مختزلة غير أشياء. بس عندنا غير تفاعلات أكسدة واختزال، فعندك يقول لك مثلا الذرة السادسة ممكن يصير لها أكسدة اللي هي نفسها، فراح تعطينا يورونيك أسيد، هاي كتسمية عامة. فالجلوكوز إذا نريد نحوله إلى يعني ندمجه بهالتسمية راح نسميه جلوكو يورونيك، جلاكتوز إذا نريد نحوله لها التسمية راح نسميه جلاكتو يورونيك أسيد. يعني هذا الشيء ترى يعني فينا هاي السل أكسيديشن وريدكشن اللي هنا ما مرتبطات بهذا الشيء، بس مجرد كل اللي يقول لك إنه ترى السكر أول شيء هو مختزل الغير مركبات، بس ممكن هم يعاني أكسدة أو اختزال بالذرات اللي عنده. فهنا أقول لك إنه أكسدة بالذرة السادسة، كذلك ممكن يصير ريدكشن. إحنا هنا قلنا ريدكشن بالأنومر الكربون اللي هي C1، بس بنفس الوقت يصير ممكن يصير ريدكشن، يعني عندك الأكسدة هي هو التفاعل الرئيسي باعتبار إنه هو السكر كله عنده قابلية على الاختزال. بس هل ممكن يصير ريدكشن هم للC1؟ أي ممكن يصير عادي. كربونيل جروب هم giving a new alcohol group، من يصير ريدكشن راح يعطينا مجموعة كحول. فالجلوكوز من يصير كحول يصير اسمه سوربيتول، والفركتوز من يصير كحول يصير اسمه سوربيتول هميني أو مانيتول. وهي خلصت المنزلة. وطبعا سوري على التجفيصات لأن قاعد أصور الصبح سابع الأربعة أي شيء، يعني يوم يلا ذكرت أصور. فأي شكرا، أي سؤال أو أي شيء ما افتهمتوا قدروا تراسلوني على حسابي بالتلي.